يمكن أن تأخذها مباحثات جلالة الملك نصره الله والمستشارة الفيدرالية لجمهورية ألمانيا السيدة أنجيلا ميركل على مستوى العلاقات الدولية في ظل الظرفية الراهنة؟ هي بالفعل العلاقات الثنائية هي تعبير حقيقي عن طبيعة هذه العلاقات في مستوى تاريخي وفي أهميتها سواء على المستوى الاقتصادي أو الثقافي أو الاجتماعي. تاريخيا نلاحظ أن العلاقات التجارية بين الدولتين كانت قد بدأت منذ أواخر القرن 18، كما لا ننسى أن السلطان الحسن الأول منذ سنة 1878 افتتح أول قنصلية للمغرب في ألمانيا، ومنذ ذلك التاريخ زيارة غيوم الثاني في طنجة في 1905، التعاطف الألماني مع مطالبة بالاستقلال إلى آخر ذلك. لكن المرحلة النازية كانت مرحلة استثنائية في تاريخ العلاقات بين الطرفين. الآن في إطار العلاقات الحالية يمكن أن نعتبر أن مسألة تسوية وضعية بعض اللاجئين أو المهاجرين هذه مسألة تدخل في صميم الاختصاص السيادي لكل دولة مستقلة، لكن يلاحظ من خلال هذا البلاغ أن ألمانيا فضلت بدل هذه التسوية المرتبطة بالسيادة أن تنسق ثنائيا وبشكل تشاوري مع المغرب من أجل الوصول إلى أحسن النتائج لتسوية هذه الأوضاع، وهذا دليل على سمو هذه العلاقات وارتقائها سواء في إطارها الثنائي أو في إطارها الجماعي مع الاتحاد الأوروبي. أستاذ، هناك تدفقات المهاجرين السريين هاجس يؤرق الدول المستقبلة، خاصة بعد تورط شبكات لتهريب الأشخاص في تحوير هذه الدوافع الإنسانية الخاصة باللجوء إلى رسم تجاري. ما تعليقكم أستاذ عن هذه الوضعية وسعي ألمانيا نحو المغرب طلبا للمساعدة في هذا الاتجاه؟ هذه الوضعية هي بالتأكيد ناتجة عن ذلك الخلط القائم الآن على المستوى الدولي بين وضعية المهاجرين واللاجئين. المهاجر هو ذلك الشخص الذي يغادر بلده من أجل أسباب ذات طبيعة اقتصادية أو اجتماعية لتحسين مستواه المعاشي، لكن اللاجئ هو شخص يغادر بلده بكيفية اضطرارية لعدة أسباب، ويمكننا هنا أن نعود إلى اتفاقية جنيف لسنة 1951 بخصوص اللاجئين والتي صادقت عليها أكثر من 145 دولة. هذه الاتفاقية تعرف اللاجئ بأنه ذلك الشخص الذي يضطر إلى مغادرة بلده إما لأسباب عرقية أو دينية أو تتعلق بجنسيته أو بآرائه السياسية إلى آخره، وبالتالي المعاملة مع المهاجر تكون ذات طبيعة قانونية، أي إما أنه في وضعية قانونية تجاه البلد المضيف أو إنه ينبغي ترحيله في حالة ما إذا كانت هذه الهجرة سرية أو غير قانونية. بينما اللاجئ لا يعامل قانونيا بل يعامل إنسانيا. واليوم بطبيعة الحال بسبب الأحداث التي أصبحت تعيشها منطقة الشرق الأوسط، ما يقع في سوريا وفي ليبيا والعراق وغيرها، أحدث خلطا حول تحديد من هي صفة اللاجئ الذي يستحق هذا النوع من المعاملة. ومن هنا نلاحظ أن تلك الجماعات التي تقوم بالتهريب وبالسمسرة في الأشخاص إلى آخره ربما تقوم بعمليات جد مريبة في هذا المجال، الشيء الذي خلق نوعا من البلبلة حتى بالنسبة للمهاجرين المغاربة الموجودين داخل ألمانيا. لأنه لا ننسى أن ألمانيا كانت قد وقعت منذ سنة 1963 اتفاقية مهمة مع المغرب بالنسبة لجلب اليد العاملة، وهذه الاتفاقية طورت لدرجة أنه أحدثت لجنة دائمة في سنة 1973 مقرها في الدار البيضاء من أجل هذا التنسيق. وأكثر من هذا، لاحظنا أنه مع سنة 2013 ألمانيا طلبت من المغرب تقريبا على الأقل جلب حوالي 40,000 شخص في إطار ما بين 25 و40 سنة ليشتغلوا في عدة مجالات، في الميكانيك، في الطب، في تكنولوجيا المعلومات إلى آخره. وبالتالي مسألة الهجرة القانونية هي مسألة غير مطروحة في العلاقات الثنائية المغربية الألمانية. ما هو مطروح هو الهجرة السرية التي يختلط فيها صفة اللاجئ بصفة المهاجر وتثمر أوضاع غير قانونية وغير مقبولة من الطرفين معا. أستاذ، المغرب وكما العهد به ما فتئ يؤكد التزاماته بالقوانين الدولية الخاصة بتنقل الأشخاص، وبالتالي فهو يفتح أبوابه لاستقبال من صدر في حقهم قرار الترحيل. ما تقييمكم للالتزام من هذا الحجم؟ هذا التزام له جانبان، جانب أولا على المستوى الوطني، فالمغرب لا يمكن أن يتنكر لجنسية أبنائه كيفما كانت الظروف، لدرجة أن المغاربة حتى عندما يكتسبون جنسية أجنبية فهم لا يتخلون أبدا عن جنسيتهم الأصلية، الجنسية المغربية. هذا من جهة. لكن من جهة ثانية التزامات المغرب حتى على الصعيد الدولي،
إذ لا يعقل أن يرفض المغرب استعادة أبناء له ثم ترحيلهم من وطن آخر في إطار وجودهم فيه بصفة غير شرعية. المغرب يحترم هذا الجانب، ولكنه في نفس الوقت المغرب تحول كذلك إلى دولة استقبال. نفس ما تعانيه ألمانيا يعانيه المغرب مع دول إفريقيا جنوب الصحراء وإفريقيا الغربية، والمغرب يعامل هؤلاء بكيفية سليمة في إطار القانون الدولي. إذا كانوا يستحقون صفة اللاجئ فهي تمنح لهم، وهناك من منحت لهم حتى بطائق الإقامة الدائمة في التراب المغربي وتسوية وضعيتهم. ولكن بالنسبة للذين هم في وضعية غير قانونية، بطبيعة الحال يجب أن يتم ترحيلهم، وهذا ما يعتبره المغرب مصدرا لاحترام القانون الدولي والمعاملة بالمثل. أستاذ، آخر محور، كيف تقرؤون الدعوات المتبادلة بين جلالة الملك والسيدة أنجيلا ميركل لتبادل الزيارات بين البلدين؟ هو دائما دعوة من هذا القبيل تعبر عن نوع من التطور الإيجابي في العلاقات الثنائية بين دولتين. ولكن ما تميزت به هذه الدعوة بالأساس وهو أنها جاءت دعوة مزدوجة. العاهل المغربي يدعو المستشارة الألمانية إلى زيارة المغرب، وهي تدعوه إلى زيارة ألمانيا، وهذا يؤكد أن الزيارة المتبادلة هي دائما موعد ليس فقط للقاء الدبلوماسي والبروتوكولي، ولكنها موعد للقاء بين الخبراء والمختصين والوزراء المعنيين في عدة مجالات وتوقيع اتفاقية مهمة. وعندما نتحدث عن ألمانيا فهي الدولة المحورية والمركزية داخل الاتحاد الأوروبي، وهي قطب الراحة للاتحاد الأوروبي ككل. وبالتالي هذا التعاون يندرج أولا في سمو وتطور هذه العلاقات الثنائية بين الطرفين من جهة، ولكنه من جهة أخرى يدخل في إطار وضعية المغرب الذي يتمتع بشراكة امتيازية واستثنائية مع الاتحاد الأوروبي، ويتوفر على مركز الوضع المتقدم، وهو ما يؤهله لترسيخ هذه العلاقات بشكل أكثر نموا بالنسبة للمستقبل، لتحقيق بطبيعة الحال التنمية المستدامة وبناء مستقبل أفضل لأبنائه. سيد محمد تجديل حسيني، أستاذ القانون الدولي، نشكركم على هذه التوضيحات. نعم.